الرحمن ربنا سعودية سلم على محمد عليه السلام محمد أمينو مقعصوبانو مالنتي مقديقا مذكتا نسي اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام نبيقا أماني نحريس أن ربنا نبيغا أمان تيس ميالس كونعا اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام سيدنا أبوكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي اللهم صل وسلم على حبيبي محمد رميش جينا رسول كي رميين ربي أو الله لذا سي اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام إن أنتي رسولك أباي فاذو موي انتي فولني سوفرو فرتاكو فيخ اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه حسن حسين فولتوي فاذو موي انتي فولني سوفرو فرتاكو فيخ اللهم صل خطر باجرتا قران كا اخرستا قف بمال انتيسا قبر الوقذا اللهم صل وسلم على حبيبي محمد قلبتي لقورو قد كلاس قلشو قرب ماله قول الو نقرقار اللهم صل وسلم على حبيبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم في عوامن الشهادة والغيوب تحركت همته المتكلم إلى نشر المحاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع مما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من الأوصاف الحبيب على تربته العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشرا ولا يقف أحدا من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع الخامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حصن شعره بين الجمجمة وأوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشرا على مثل خلقه في محاصن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس درة
ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلقى من البشر تتنزه العيون في حدائق المحاسن جماله فلا تجد مخلوقا في وجوهك على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشوي عفاء ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ما سوى خلقه النسيم ولا غيره محيا كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء معجز القول والفعل كريم الخلق الخلق مقسط من فإذا مشى كأنما يخط من سبب فيفوت سريع المشي من غير حباب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف المفتاح والبدر التم الذي يأخذ الباب إذا تخيلته أوسان حبيب يغادر البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف المعنى فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات الجلد أن يكون لها في وصفها مشارك الأوقات كملت المحاسن فلو أهدى سنا للبدر عند تمامه لم يقصف وعلى تفنن واصفه وبوصفه يفنى الزمان فيما لم يوصف ما أجل قدره العظيم وصلي وسلم وزد وبارك عليه صلاة محمد الرحيم اللهم صل وسلم.